تعالوا نروح مع حضراتكم لواحد سيوة، وتحديدا مشروع ثقافي جديد تم افتتاحه هناك في واحد سيوة، وهو مكتبة واحد سيوة، المكتبة العامة هناك، مكتبة تم تصميمها بشكل حضاري على الطراز البيئي والسياحي. بتحتوي المكتبة دي على 10,000 كتاب أو 10,000 كتاب متنوع، ومعرض للمشغولات اليدوية والتراثية، يمكن ده من الحاجات اللي بتشتهر بيها واحد سيوة تحديدا، بالإضافة للرسومات المستوحاة من الطبيعة. تفاصيل أكتر عن المكتبة وتصميمها ده اللي هنعرفه من خلال الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، اللي مشرفانا دلوقتي على الهاتف. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح النور أستاذ أحمد. صباح النور بسنت. صباح النور على مصر كلها. من واحد سيوة، واحد الجمال. أكيد. صباح الخير على حضرتك. واحد السحر والجمال. أيوة. طيب، عاوزين نعرف يعني الجديد اللي بتقدمه المكتبة كمشروع ثقافي تنويري بيشكل وجدان يعني المقيمين في واحد سيوة تحديدا، وتصميم المكتبة. طبعا يعني الحدث اللي احنا بنعيشه دلوقتي، اهالي سيوه واهالي مطروح جميعا، احنا بنحتفل بافتتاح مكتبه مصر العامه في سيوه. صرح حضاري قائم على البيئه، كل حاجه مستوحاه من البيئه، سواء في تصميم المكتبه، سواء في تكوين الاجزاء الداخليه للمكتبه. حضرتك اول ما تدخل من باب المكتبه بتحس انك انتقلت لواحد سيوة مصغره. طبعا المكتبه بتحتوي اكتر من بارتيشن او اكتر من مكان. صحيح. في مكان لورش لتعليم الحرف التراثيه واليدويه، وملحق به مكان لتنميه مهارات الطفوله المبكره، وده علشان خدمه للسيدات والبنات والشباب الموجودين هنا في تنميه مهارات الطفوله المبكره بس، ولا رعايتها كمان؟ ورعايتها طبعا. ما هقولها انا هقول لحضرتك ان السيدات علشان يبقوا مطمنين على اولادهم، علشان نقدر نعلمهم حرفه ومهنه وننمي مهاراتهم. نعم. قاعه مهارات الاطفال ملحقه بالورشه بتاع تعليم المهارات اليدويه عشان. نعم. يبقوا مطمنين على اولادهم. كمان عندنا قاعة الاطلاع موجود فيها العديد من الكتب اللي بتخدم مجالات كتيرة جدا جدا. ودي علشان الناس اللي بتعمل أبحاث، الناس اللي بتدور على تراث سيوة وتراث مطروح، موجود داخل المكتبة بكافة. نعم. أشكال وأنواعه. كمان عندنا قاعة اجتماعات مجهزة على أعلى مستوى، قاعة تدريب سواء كان تدريب كمبيوتر وأجهزة كمبيوتر متقدمة، أو قاعة تدريب على أي ورشة عمل هنقيمها إن شاء الله في المكتبة. طيب دكتور دينا، يعني احنا بنتكلم على القاعات دي كلها، وبنتكلم على حوالي 10,000 كتاب. طب احنا مساحة المكتبة حوالي قد ايه عشان تستوعب كل هذه القاعات والكتب؟ هي حوالي 2 فدان، وفيها كمان مساحة كبيرة جدا معمول منها جزء كيد اريا، ومعمول جزء معرض او زي بازار للحرف التراثية واليدوية. وطبعا كان في توجيه من معالي المحافظ ان السيدات اللي بيتعلموا الحرف دي نعرض المنتجات بتاعتهم، بحيث ان هم يحسوا ان هم بيتعبوا وبيتعلموا حاجة، وكمان بتفتح لهم باب للرزق. كمان عندي البيت السيوي، ده موجود جوه المكتبة، وده مبنى مستقل بذاته. البيت السيوي بيحكي كل تاريخ سيوة، كل الملابس السيوية وتاريخ الملابس السيوية، الأواني وأساس المنزل السيوي. البيت السيوي يعتبر مزار سياحي، علشان كده يعني أي سائح أو أي فوج بيجي. طب اشرح لنا يا دكتور البيت السيوي شكله إيه، يعني عشان لو إحنا يعني إحنا ما شفناش، أنا شخصيا ما رحتش سيوة قبل كده، فعايزة أعرف الشكل. هنعمل كده أكيد، عايزين نعرف الشكل البيت السيوي عامل إزاي. البيت السيوي اولا كل العماره السيويه من الملح اللي هو طوب اللبن،
لا مش طوب لبن، هو نوع من انواع الملح اللي بيستخدموه في العمارة السوية، وده مشهورة بيه سيوة جدا. حقيقي. النوع ده من الملح في العمارة البيئية في الصيف بيبقى الدنيا طراوة، مش محتاج اي وسيلة تهوية، وفي البرد بيبقى دفى، غير ان هو بيسحب الطاقه السلبيه خالص وبيدي طاقه ايجابيه وبيعمل ريلاكس او هدوء في الاعصاب. بتلاقي في البيت السيوي الملابس السيدات اللي هي ملابس الفرح، وازاي ان الست السويه بتبتدي تطرز اللبس بتاع بنتها من اول ما هي صغيره لحد ما تكبر علشان يطلع بالاتقان وبالجمال ده. بعد كده بتلاقي اللي بيحكي تراث سيوة من الحلي ومن الادوات النحاسيه ومن ادوات الخشبيه اللي معموله من النخل ومعموله من شجر الزيتون، طبعا لان هي هنا بتشتهر بشجر الزيتون. بتشتهر بالتمور والزيتون. والزيتون. صحيح. فيعني هم هنا بيستخدموا كل خامات البيئه في حياتهم العاديه. يعني انا اقدر اقول لك ان سيوة بشكل عام والمكتبه بشكل خاص هي مكتبه خضراء بتواكب العماره البيئيه وبتواكب المشروعات الخضراء اللي الدوله بتسعى ان هي تنشرها. مده المعرض يا دكتور اللي هتكون موجوده على هامش افتتاح المكتبه هتستمر قد ايه؟ هو المعرض مستمر 3 أيام، معرض الحرف التراثية واليدوية، ده يعني في محافظة مطروح، واحد سيوة بشكل شخصي، لأن واحد سيوة يعني المنتجات اليدوية فيها متفردة بذاتها. كمان عندنا بنستضيف محافظة اسكندرية، كل ده تبع وحدة أيادي مصر في وزارة التنمية المحلية، والمعالي الوزير مشكورا اللي هو هشام أمنة مهتم جدا مهتمه جدا جدا بان يكون في منفذ بيع لمنتجات الشباب وللحرف اليدويه والتراثيه اللي بتحافظ على الهويه. واللي بتحافظ على الشكل الجمالي لكل محافظه في كل مكان في مصر. ده علشان ننشر الفكر الصناعات اليدويه ده برضو في اتجاهنا للبيئه الخضراء. دكتور انت حبيبتي يعني بسنت ان هي تخلص الحلقه وتيجي دلوقتي. لا يعني كمان عاجبني انه الاطفال مهم قوي ان يبقى في ليهم يمكن ورش عمل ليهم او اكتيفيتيز، يعني نشاطات مختلفه ليهم في المكتبه دي. حلوه قوي كمان ربط ده بالهويه السيويه. بنتمنى لكم كل التوفيق دكتوره دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واكيد هيبقى لينا كلام اكتر عن هذه المكتبة.